تقدر. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الجوله الليليه اللي غادي نقوموا بها معكم باش نشوفوا يعني اجواء ديال الشوارع خصوصا في ديال جائحه كورونا، يعني اجواء ديال كورونا. وكذلك مشاهدينا في من خلال هذا البث يعني ومن خلال التصاعد الكبير ديال العنف اللي ولا مع الاطفال، فولينا كنشوفوا يعني عنف مفرد مع الوليدات الصغار، مع يعني بعض المرات كتلقى يعني حشارة دي مسكين الله يستر هو مسكين مكرفس يعني فشي أزمة ولا شي حاجة، بحال كيف ما لقينا ذاك النهار يعني ذاك الرادع اللي كان مليوح حتى ذاك الطار ديال السدر وذاك الشيء، يعني واحد المنظر مش تقدرش تشوفه. فواش نتوما متابعين يعني مع الفيديو الحكومة ديال الإعدام في حق المجرمين أو لا يعني إكشافي والحبس، يعني ف ديما كنلقاو يعني ناس مع ناس ضد. فاليوم بغينا نشوفو يعني الأغلبية اللي مع القرار، أم إيمان كتقول الإعدام يعني خشينشي مع القرار. يستاهلوا شي حاجه اللي كثر من الاعدام، خصوصا وعلى اننا يعني كنشوفوا وليدات صغار يعني ملائكه يعني الصحه البيضاء، فكيتعذبوا وكيتقتلوا بواحد البشاعه، ويعني مشكل مع هاد الوحوش الادبيه اللي ما كتعرفهمش ملي كيتسلطوا عليك، ما كتعرفهمش يعني ملي كيخرجوا لك، يعني غير اتا كيبان شي واحد في اي لحظه، يعني هذا هو المشكل، يعني كتكون عالي اجى كيبان شي واحد وهاد الدائره يعني في تصاعد كبير لدرجه اننا ولينا يعني الله يحفظ وليداتنا في كل سيمانه يعني كنسمعوا قصه في شكل يعني تعنيف في شكل يعني بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الامور خاص تكون اعاده ديال النظر في يعني مثل هاد الامور الخبيثه يعني. اكيد شوف كتقول معها الإعدام يعني بزاف الناس مع القرار، فشي حاجة اللي منطقية يعني شي حاجة اللي منطقية. كوفي رايس أخو دي مبقى ما يعجب بالضبط، مبقى ما يعجب حيت وليتي كتشوف العجاب العجاب، يعني بعد ما يعني كتستدرج تخيل معايا اكبر المتمنيات ديال داك الطفل ولا ديال داك الدري الصغير، يعني هو ان يعني علاش كيمشي معاك راه ما كيعرفك ما والو، يعني كيمشي حيت اكبر المتمنيات ديالو هو واحد البيمو دانون يعني شوكولاطه تشري ليه شي حاجه من الحانوت، يعني شي حاجه اللي كتعجب الدراري الصغار، ف انت كتستدرجو يعني اكبر المتمنيات ديال اللي هما هادو، يعني باش تعرف راه غير ملائكه ما عارف والو في الدنيا، وداك الشيء ف كديه باش يعني تعدى عليه وترزي والديه فيه، ف مشكل كبير. يعني كاع لي كومونتاج تقريبا مع الاعدام، ف يعني اخر دوان سواء كان اعدام ضد اعدام او مع الاعدام فلن يأخذ براينا. لا اخويا رضوان فما تقولش هكا، يعني ف بعدا نشوفوا الفكره حتى الا كانت تناقش راه تناقش، يعني اخويا ف لا يعني ديال الحق راه كيكون باين خويا، شي حاجه اللي باينه راه باينه ما فاهمينش. ليلى كتقول
الاعدام قليل في حقهم بالضبط. شيء اللي لف الاعدام يعني قليل في حقهم يعني بحكم البشاء اللي كيديروا في الصور. يعني كنشوف شي مناظرنا والله الا لا حول ولا قوه الا بالله. كتقول واش هاد الناس عندهم شي كبده؟ واش هاد الناس يعني حتى هما بشر كيحسوا؟ واش هاد الناس يعني كيتشولوا يعني حدانا؟ بعض المرات كنشوف يعني شي مناظر اللي مشكل صراحه والله الا مشكل. وانتم راكم كتسمعوا وكتشوفوا يعني متابعينا فارا اللي ما كيتبوروا شي كيبان. طيب حفظوا ليداتنا وصافي هادشي اللي غنقولوا. بغينا نسولو يعني على حتى على الظاهره، على شنو اللي كيخلي هاد الناس يديروا مثل هاد السلوكات مثلا؟ هادو فشنو السبب يعني اللي كيخليهم على انهم يتشرفوا مثل هاد الجرائم واللي كتشد مرز يعني كتشد يعني كيفاش نقولوا لها يعني ما عندهاش شي تعبير من غير على انهم مجرمين ووحوش يعني بشريه. فشنو اللي كيخلي يعني هاد الظاهره يعني اخويا؟ امين امين الله يلطف لينا بكل تاكيد. انا مع الاعدام طبعا، مع ما جا في حق المتورطين يعني فالكل يعني بالاجماع مع الاعدام. الاعدام قليل في حقهم. اخت سعيده يعني فكل التعاليق يعني هي مع قرار ديال الاعدام ديال المسلمين. كيف قلتوا متابعينا يعني فالاعدام قليل في حقهم. كذلك في السؤال اللي كيطرح نفسه اللي غادي نعاودو عاوتاني نطرحو، فشنو السبب اللي كيخلي يعني مثل هؤلاء المجرمين على انهم يقترفوا مثل هاد العمليات الاجراميه؟ يعني علاش كيدير هكا؟ شنو غادي يربح هو من وراء ما غادي يرزي واحد الوالدين يعني في واحد الولد ديالهم؟ يعني ذاك الولد بمثابه ديال هما بروجي حاطينو في حياتهم يعني كيتقاتلو عليه كينوضو عليه يعني كي الغالي والنفيس على قبلو. يعني يقدر هما يبقاو بلا عشا بلا والو، تلقى الدري مع الشيب احسن حاجه، تقدر تلقاهم هما مزيرين والدري لابس احسن حاجه. يعني فكنشوفو حنا الصور اللي كاينه في المجتمع ديالنا خصوصا يعني في الطبقه يعني الفقيره شويه، فكنشوفو يعني الصور يعني ديال الوالدين اللي يستاهلوا المشاعر ديال الجميل. يعني شي حاجه اللي بزاف ولو على ان يعني ما تقدرش ترد لهم ولو الربع داك الشيء. ف يعني كتجي انت بكل البروده يعني وكترسي واحد الوالدين في ولادهم يعني بكل البروده وبكل ما تفهم والو. والله ما تفهم شي حاجه يعني هاد الناس واش عندهم شي قلب شي محنه شي حاجه ما تفهم والو صراحه. صوفيا كتقول اعدام باش يكون عبره للاخرين.
مولاك شي صوفي يعني مزيان الناس باش يكون عبره للناس اخرين اللي كطاول كيطاولوا على الدراري الصغار. كيف نقولوا ديما الله يحفظ ولادنا، خصوصا ان الوالدين مساكنين في هذه الايامات هذه، فما حيش يقابلوا ولادهم من كورونا ولا من هاد الوحوش، ويعني ولا ماش مساك الله يحسن لهم نواسيش. ولا عنده يعني دري صغير ما بين 4 سنين 5 سنين 8 سنين حتى 12 عام كاع في الدري كيبقى مازال صغير، الله يحسن لهم العوان بصراحة، الله يبعد على وليدات هادو. إذا متابعينا الكرام كنتو معنا في هاد الجولة اللي من خلالها قرينا بعض التعاليق ديالكم حول هاد الظاهرة اللي ولات كتشكل لنا مشكل، يعني مكتخليناش مشاحن يعني على وليداتنا. نتمنى والله على أن هادشي يتحد ويتحبس. شكرا لكم متابعينا الكرام وإلى اللقاء.